والحمد لله رب العالمين. أتدرون ما العلاقة التي نسجها الله تعالى بينه وبين عبده كيف تسمى؟ العلاقة اللي بينك وبين ربك كيف يسميها؟ أيوة. العلاقة بينك وبين مولانا. أما العلاقة بين البشر ورب البشر فهي علاقة عباد بالمعبود. الله. فهم عباده إما قهرا وإما زيد وإما قهرا وإما اختيارا. الكافر عبد سيد ربي قهرا، والمؤمن عبده اختيارا لأنه اختار أن يطيع الله. أما الكافر حتى ولو اختار أن يعصيه فهو عبد مقهور. غد يقدر من يجيه الناس ما يلعش الكافر، غد يقدر من يجوع ما يأكلش، غد من يجيه الموت غد يقول أنا ما نموتش أنا غشي عبدك، أنا يقول له غد تجي عندي وتروح عندي لا والو. فعلاقة الخليقة برب الخليقة علاقة عباد بمعبود. لا إله. عقلتوا على هذه مزيان؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. زيد طلع شوية. فما علاقة المؤمنين برب المؤمنين؟ قلنا عبادة اختيارية، لكن وحدة أيوة سترتقي في العلاقة. لأن العلاقة بين المؤمن وربه إما أن تكون علاقة واسمه أيوة زيد خوف من عذابه، وإما أن تكون علاقة موسومة بالرجاء في رحمته. ولكن العلاقة العالية ما بين المؤمنين ورب المؤمنين واسمه إياه أي يرحم والديك. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. لا إله إلا الله، ما أحلى كلام ربي. تخيل معي، والذين آمنوا أشد حبا لله. فالمؤمن حبه لله أكبر من حبه لنفسه ولأهله ولولده. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. لا إله إلا الله. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، وأحب إليه من نفسه التي بين جنبيه. ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. الله زيد أخويا. والعلاقة الثالثة ما بين العبد ووالده كيسموها البر، بر الوالدين، علاقة بر وإحسان. الله يا الله. بر وإحسان. يقول سيد ربي سبحانه عز وجل أن أشكر لي ولوالديك، وشكر الوالدين يكون بالإحسان إليهما في كبرهما كما أحسن إليك في صغارك. الله زيد أخويا. والعلاقة بين الآباء والأبناء كسمها في الشرع. يلا أخويا يلا أحبابي، علاقة رحمة. رحمة، من لا يرحم لا يرحم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل إلى الصلاة وفي نيته أن يطيلها،
لكن حينما يسمع بكاء الطفل يتجوز لعلمه شدة وجد أمه عليه. وكان يسجد فيأتيه الحسين في غفلة من المصلين فيمتطي ظهره وهو ساجد فيطيل السجود على غير عادته حتى يتساءل الصحابة بعد تمام الصلاة: رأيناك أطلت السجدة على غير عادتك. قال: ارتحل ظهري ولدي وكرهت أن أفسد نشاطه. الله. وكان يقبلهما ويشمهما ويقول: الحسن والحسين ريحانتاي أشمهما أشمه. فلما رآه الأقرع بن حابس يقبل بنيه قال: أتقبل أولادك يا رسول الله؟ قال: أوما تقبل أنت أولادك يا أقرع؟ قال: إن لي عشرة ما قبلت أحدا منهم. قال: ما عساني أن أصنع لك إن كان الله قد نزع الرحمة من قلبك. من لا يرحم لا يرحم، من يرحم؟ أنا عشت في البادية فكنت أرى الآباء يتصفون بالجلف والشدة والغلظة مع الأولاد. عندهم في التقاليد دعم إلى البين رفد ولده بحال اللي غلبته مرضه يولي معيونة. شو الناس عندها غلط بسك، عندهم غلط بسك. إلى مثلا البين رفد الولد والمرأة بقات تمشى بلا ما ترفد، هذه فيها رحمة ليها والزوجة كاع. وماش كيقولوا يا غلبته مرضه، هذه كانت يعني عادة عن أصحاب البوادي، لأن باش يبان الراجل قدام راجل يعني قص، المرأة هي ترفد هي تنكس هي تصبن، هو غير شاف، هو شاف، هو هيركيل، هو صمصو. هذه علاقة رحمة. والعلاقة الخامسة، العلاقة بين الرجل والمرأة، كيسميوها؟ كيسميوها الوغش العلاقة؟ إيه، قبل ما تكون المودة والرحمة، كيسميوها؟ أما القرآن فسمى العلاقة بين المرأة والرجل، اسمه اسمه؟ زوج. 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 يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، زيد، وخلق منها زيد؟ زوجها. زوجها. أم لي سيدي ربي خلق له الزوج. سيدنا آدم في الجنة امرأة من ضلعه الأيسر، أش قال له سيدي ربي؟ اسكن أنت زيد وزوجك. زوجك. ومنين بغى يقول له العلاقة نتاعكم إن شاء الله هي آية تدل على عظمة الواحد. قال: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم زيد أزواجا لتسكنوا إليه. فليس في الإسلام هنالك علاقة بين الرجل والمرأة بعد البنوة والأخوة إلا الزوجية. بنتك تقول بنتي، أختك تقول أختي، عمتك تقول عمتي، خالتك. أما تمشى معاها وما عندك معها كاغط وعندك حق تزوج بها وتبقى تمشى معها، شكون أبا هذه؟ هذه خليلتي، هذه زميلتي، هذه زميلتي في الدراسة، زميلة. زميلة. إحنا عندنا شي علاقة نتاع البنت مع البنت تسمى الزمالة والصداقة والمخادنة. هذه ثقافة من لا يؤمن بالله واليوم الآخر تسربت إلينا عبر ما يسمى بوسائل الإعلام، عبر المسلسلات التي والعياذ بالله تريد إشاعة المنكرات. ماشي مرتك، ماشي أختك، ماشي خالتك، ماشي عمتك، لماذا تختلي بها؟ علاش؟ علاش أخوي علاش؟ قال له صديقتي في الدراسة. صديقتك في الدراسة، في الدراسة منين تكونوا نعم سيدي تقراو؟ أما الآن أنت هنا في الواد أنت وياها وتمشى أنت وياها هنا جالسين في البيبان أنت وياها بوحدكم وشباب مسلم من كولوش. نقول فين راهم صحاب كولوش اللي يغيروا على دينهم والبوات والحباب واللي يعاونونا في الدعوة إلى الله؟ منين خارج؟ خارج بكولوش ومن فيتنام، من فيتنام وكولوش وفلاش الطوبة. هذه ما راحش تكلموا على الناس نتاع المريخ ديالنا. علاش؟ هذه ما كايناش عندنا احنا هالقضية نتاع المخادنة نتاع الخلة. خليلتي، خليلتي، صديقتي، زميلتي،
هذه ما عندناش احنا، هذه علاقة حرام. أيما رجل اختلى بامرأة لا تحل له إلا كان الشيطان ثالثهما، رسوله إليها ورسولها إليه. ولو كان عمر مع مريم عليها السلام، ولو كان يقرئها القرآن، أي الخلوة بالفتاة حرام، ولو كان موضوع الخلوة تدريسها كتاب الله، لأن المسلم لا يأمن على نفسه أن يختلي بامرأة. قال طاووس بن كيسان، وفي رواية عن مجاهد وعن عطاء بن أبي رباح، قال: لو استأمنني الناس على بيت مال المسلمين لظننت أني أؤدي الأمانة، ولو استأمنوني على امرأة خرقاء سوداء فإني لا آمن على نفسي تأدية الأمانة. سواء أنت ماشي رجل هي ماشي امرأة، إلا أنت ماشي رجل ماشي امرأة، احنا ما نتكلموش عليك. إلا مخنث أنت، احنا ما نتكلمش مع المخنثين. فجاء من يشيع في الأمة يقول: ليس للدين ولا للقانون ولا لمجتمع أن يتدخل في علاقات الشباب من الجنسين، وأحاكم عليها. يقول: لا، هنالك علاقات لا حق للدين، اسمع اسمع، ولا للمجتمع ولا للقانون أن يتدخل في العلاقات الحميمية بين الفتى والفتاة إذا أغلق على نفسيهما الباب وأراد أن يتمتع في ساعة من ليل أو نهار. لا يجوز للدين أن يتدخل. هذا دعوة إلى ما يسمى بشيوع الجنس خارج إطار الزواج. ربي سماها العلاقة زواج، وانت واسمه سميته؟ سماه واسمه؟ حرية الجسد. عندك جسد ديري فيه اللي بغيتي، ليه هذاك الجسد تملكينه أنت؟ هذاك بنيان الله، لا يجوز أن يستعمل في بحال أنت مثلا. السيد أعطاك السيارة، قلت له: الله يخليك أعطيني السيارة باش نمشي إن شاء الله نقضي شي صوالح منا لزيو. قال لك: ولكن الله يحفظك الله ينورك، أنا أعطيتها لك على الصباح غدا من 8 ل 12 وردها لي هاكلك. ما تمشيش انت اللي حفظت الشرب الشراب وتضربها بالحجر وتضربها في البيت في الحيطان وتجيبها لي مهرسه. هذيك ديالي هي، راه عندي عندك باجل، فحاول ان ترد الامانه كما اخذتها. فان كنت ممن لا يحفظ الامانه لا تستأمن بعد ذلك على شيء، فالجسد امانه الله عندك. علاش حرم عليك الشراب باش ما تهلكش جسدك؟ علاش حرم عليك الدخان باش ما تهلكش؟ علاش حرم عليك الشمه؟ علاش حرم عليك باش تاكل بزاف وتشبع بزاف حتى تطرطق؟ علاش؟ حفاظا على هذا البدن. فمن فعل ذلك كان كمن يقتل نفسه. والله يقول: ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. جسدك اذا كنت تستعمله كالمرحاض، كل من اراد ان يقذف ماءه الحرام فيك، فأنت الآن عياذا بالله ما احتفظت بأمانة الله عندك. ولذلك على عدد نتاع الناس يمرضوا بشي أمراض الله يحفظ يستر ما يسيبوا لهم دواء، أمراض خطيرة. واحد الطبيبة في ألمانيا، طبيبة في ألمانيا ياك، مختصة في الأمراض المتنقلة جنسيا، نحكيها لكم دائما هذه إن شاء الله، كانت تقوم بدراسات هذه العلاقات وكيف ينتقل مرض الأيدز بين هؤلاء المتفلتين جنسيا. فقامت بدراسة في دول أوروبا وأمريكا الجنوبية فخرجت بنفس النتائج، وقالت: علي الآن أن أنتقل إلى منطقة المسلمين. فاختارت السعودية وذهبت إلى أكبر مستشفيات جدة وقامت ب رئاسة مشروع متابعة هذا المرض في الخليج. جلست شهر ما كان حتى حالة، شهرين ما كان حتى حالة، ست شهور ما كان حتى حالة. فلما لم تصادف أي حالة للإيدز في السعودية ألقت القلم والورقة، فلم تدون ولو حرفا واحدا ولو ملاحظة، وكانت مع الفرملية السعودية. قلت لها: مالك زعفتي؟ قالت: لا، امبوسيبل، مستحيل. قالوا: شنو مستحيل؟ قلت لهم: مشيت لدول اوروبا امريكا اللاتينيه، كل يوم
كانت تعرض علي حالات عشرات الحالات من الايدز. من جيت هنا ما كاش. قالت لها الله يجازيها بخير ديك الفرمية السعودية. قلت لها انها العفة. قلت لها ماذا؟ لم افهم. قالت انها العفة. قالت ما فهمش. قالت يقول الله تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. طريق سيء يؤدي إلى المنعرجات والخطر، هو أسوأ السبل والعياذ بالله. ما قالكش ربي ولا تزني، قالك ما تقربش، أي كل ما يؤدي للاقتراب من الزنا، من النظرة الحرام وسماع الأغاني، وكل ذلك حرام. فقد جعل سياجا يحيط هذه الأعراض حتى لا يقترب منها المسلم. قلت له واش تقولي؟ منين جا هادشي؟ قالت لها في كتاب الله. وكانت تكره الاسلام وكتقول باللي المسلمين كيحبسوا نساهم وكيدير لهم لوفوار وذاكش. قالت فبدات تقرا القران وقد جاءت لدراسه ظاهره طبيه اقلقت الغرب، فلما لم تجدها لفت نظرها الاسلام فقرات القران وتشهدت واسلمت ولبست الخمار وتزوجت بطبيب سوري، وهي الان لو رايتها في احدى المستشفيات في برلين لو رايتها بحجابها وبعفتها وبصدقها تقول يا عبد الله الحجاب انت حد بناتنا مشى باطل. سبحان الله العظيم. ولذلك علاقة الرجل بالمرأة اسمه ايه؟ زواج. 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 وإلا كتلاحظ وستر المرأة ماشي مزيانة مع راجلها. تزوجت كاع. كيسميها الاسلام؟ يسميها زوجه ولا ما يسميها زوجه؟ واش يسميها زوجه ولا ما يسميها زوجه؟ مزوجه، سماها امراه. ماشي زوجه. ضرب الله مثلا للذين كفروا امراه نوح وامراه، ما قالش زوجه. امراه نوح وامراه لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. لان الازواج انبياء صالحين والازواج فاسقات فاجرات، ماشي فجرت معنا الفجور للانحراف، لا، كنا يخن امانه الانبياء، اي كانوا ضد الدعوه، كانوا يفشون سر الأنبياء إلى أعداء الأنبياء فيقوم أعداء الأنبياء بمحاربة الأنبياء انطلاقا من أزواج الأنبياء. وزيد الأخرى اللي كانت مؤمنة ورجلها كافر عاودك. وضرب الله مثل للذين آمنوا امرأة فرعون، ماشي زوجته، امرأة فرعون، امرأة ماشي زوجته. إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجيني من فرعون وعمله ونجيني من القوم الظالمين، فهي امرأته رأى صبرة ليست زوجته. إذن ما الفرق بين الزوجة والمرأة؟ ما الفرق؟ متى يكون الزوج زوجا؟ متى؟ إذا سوا هذه خص دائما. إذا الزوج هو الكوبل، تعرفوا الكوبل، كنت تقرأوا الرياضيات الكوبل أب الزوج ألف باء، الرزم الزوج ألف، ألف زوج باء. ما معنى ذلك؟ أن ألف فيه من الخصائص ما لا تجد توجد في باء، وأن باء لا تستقيم حياتها ولا تسكن إلا بإضافة عناصر ألف إليها فهي تحتاج، وباء فيها عناصر ليست في ألف، وحياة ألف لن تكون ساكنة إلا بإضافة عناصر باء إلى ألف فيقع التزاوج، التلاؤم، التوائم. يلا حضروا لي على عناصر التزاوج، واسمه هو أول عنصر، واسمه هو يلا لا أول عنصر، أول عنصر العنصر الفكري، أن يتلاءمان في التوجه. تزوج على الدين، الزوج تجتمعون على الدين، الهدف نتاع الزواج أنك تتزوجها باش تكون زوجتك في الدنيا وفي الأخيرة على الدين، ماشي تزوجها فقط باش دير الكويغطات. إلا تزوجت على الكويغطات هذه ليست زوجة، إنما هي رفيقة مؤقتة لقضاء مصلحتك باش دير الكواغط فقط. كيسموها الكارت سيجور، كيسمى زواج ابيض وهو اسود، كيسموه زواج مصلحه. وابتليت به الامه شر ابتلاء حتى صار الرجل في كولوش يطلق مرته طلاقا صوريا ويعقد لها مع شي راجل في اوروبا ويتمشي معاه باش لقيته اللي تدير له الكواغط عاد تطلق تجيب راجلها. هذا خربيق، هذا خربيق، هذا خربيق، هذا خربيق.
انا خرق هذا المخرق ولا يلعبوا في قضيه الزوجيه. انا دائما كنجيب واحد المعنى واحد دائما كندير واحد القصه هنا وكاع راكم سمعتوها. واحد السيد تزوج واحد المراه شيبانيه وعندها البقر بزاف، قال غادي غير نديها تموت ويورث البقر ديالها. ملي تزوجها كل نهار تموت بقره، ماتوا كاع البقر ولقات الشيبانيه. خرج هو وياها ان شاء الله داير اليد في اليد في الشارع وكيقولوا له الناس هنيئا لك الوالده نتاعك الجنه تحت قدام الامهات، تهلا فمك هذيك جنتك. قال لهم يا لمكم هذه ماشي ميمتي، هذه راني ورثتها على البقر. كنت اظن ان ارث البقر بعد موتها فمات البقر وورثتها عن البقر. ياك هنا في كلش كنت ندير لكم الخطبه هنايا في الكوثر، وجيت واحد النهار خرجت مع 12 وجيت نتغدى عند واحد منكم، وصبت فما واحد السبنيول وراسو غليل كي القرديه. وملي جيت نتغدى قال لك هذا فرنانديز راه باغي يدي اختي. قلت له سمعت اخويا انا الله يرحم لك الوالدين عطيني ناكل الدجاج خطينا بكم فرنانديز ديالك. انا ما جيتش انا باش نزوجك، وكان في الاول قلت له ودي راه كان شي زواج صح، انا جيت غير ناكل الدجاج ما تصيدنيش الله يرحمها لي. شنو اول عناصر التزاوج والتلاؤم؟ وحده الفكر والمرجعيه، زيد وحدة المبدأ، زيد وحدة الغاية، زيد وحدة الوسيلة، زيد هذا الرأس. ها راكم كشوشين في الرسال، ها ها راسك وراس عندهم فكرة واحدة، ها متلاعبين. زيد واش ما باقي؟ القلب مع القلب، لأن الجدي إلا ديتو مع الجدي وربطتو غير بالراس واش ما يدير؟ يقدر يمشيو لك هاك. خصك واحد ثاني واحد العقدة في الكرش، عقدهم باش يتمشاو ديريكت. أنا اللي كنت ندرس على البغال في حجرة الحلوف كان عارف هادشي. إلا قبضت البغال غير بالريصان يجي واحد الوقيته يدوروا لك هكذا، لكن إلا قبضتهم حتى مجيت الصدر ما عندهم منين يفوتوا. قبضتهم من الراس وحدة الفكر، وقبضتهم بالقلب وحدة الشعور والعاطفة. هذا القلب ديالك وقلبها واسمو فيهم المقصد هو إرضاء الله. تزوجت لكي ترضي الله بالزواج، وتزوجت هي لكي ترضي الله بالزواج. قال رسول الله صلى الله عليه يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحفظ للفرج، أي يحقق مقاصد التساكن الروحي ليتفرغ الإنسان لعبادة ربه. الله زيد صافي هذا الشيء اللي كاين. زيد واسم اخر، واسم اخر تاع التلاؤم، واسم اخر تلاؤم. زيد ها المستوى الثقافي، هي عندها الدكتوره وانت يا كنت تسرح ما تعرف غير تسير غير يرس، كي غادي دير الزوجه؟ هي عايشه في عالم كتقرا الصحف ومنفتحه على الانترنت وكدير بحوث في مجال الطبيه، وانت واش مدير؟ انت راك الفكر تاعك فين مدخل؟ فين 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 انت راك تهضر على مثل سبحان الله ما عرف انت راك عارف كي دير تجتمع معها واخا مدينين كاع. هي تبارك الله راه كدير بحوث مع جمعيات ومراكز ديال البحث في قضايا اللي كتهم الامه على صعيد الامه، وانت مازال عاد تفكر عاد في راسك. كي دير تجتمع معها كي دير؟ كي دير؟ اولا هو عنده دبلوم كبير وهي ما قارياش، كي يدير يتفاهم معها؟ كي يدير واخا مدينه؟ ملي يخرج وياها تعمر الوقت انت حتتفرج غير في التلفزيون، عنده 60 عام يحاول يقلع على غير التلفزيون ويجد لها البديل. ما يمكنش. لابد من تناسب ايضا في القدره الثقافيه والفكريه بينهما، ما يكونش واحد الشيء كبير، ما يكونش كبير يا السيد ما قريش وقال لك غادي ندي اسم غادي ندي غادي ندي اه كنديه لا واخا كنديه ولا الا كانت في المستوى تاع معليش، ولكن كيديها مثلا هي عندها تبارك الله بقى يدور قال لهم انا ندي ولي طبيبه. وانت واش وانت راك عاد مسكين انت والو انت راك تصيد البوريش وهي طبيبه ما فيش كي غادي دير لها. هي تبقى تهضر على الدواء والليل ملي تجي عيانه تفتح ذاك الديكسيونير تاع الدواء الجديد وخص من الشر الشر تمشي تحضر لي سيمينار في ستوكهولم وكذا. وانت يا واش انت راك كي غادي دير لها؟ كي غادي دير لها؟ الرابعه التناسب في السن. عندك 70 عام قدام ولا 13 عام؟ ماشي اللي عنده 60 عام قدام ولا 13 عام بقى تسقل فيه؟ والله لا بقى تسقل فيه، لأن البنت عندها 13 عام ولا 20 عام والدي يمر 70 عام
على جدته، إما طمعا في ماله فتقول لقد أدنى أوان رحيله وعنده الفليسات نفوتو شي يامات إن شاء الله، ولكن من اللي طالع لها هنا في بني درا وحدة كانت دايا في بني درا هو كبير وصغيرة أبقى تسقلوها صداق صداق تسقلو شي سقلات قداش حتى شرف وبقى تسقلو سقلوها أو ألا مرا كبيرة ودها ولد صغير عندها 70 عام قبضها بالبيناز ووديها هنا يا منين جا هنا يا السيد بشيباني واحد الفرنساوي شيباني عنده 65 عام وغادي يدي مولا 18 عام وفات عند واحد الطبيب صاحبي باش يديروا له الختان زعما قلت له سبحانك يا ربي بناتنا الصغار داهم الشوابن وشبابنا الصغار داهم الشيبانيات نتاع الهيه يا تشماتيت يا تشماتيت يا تشمت وقال لك بغاو ينجحوا وقال لك بغاو تكون التزاوج اش من تزاوج هذا تنافر هذا ما يحققش هذا التلاؤم فلا بد ايضا من تلاؤم في السن ما يكونش اي واحد شاب كنقول لك النبي كان عنده 53 ودعا عائشه حقيقه حقيقه ولكن فكر عائشه كان فكرا مستنيرا والنبي صلى الله عليه وسلم كان يفهم كيف ينزل الى عائشه عائشه كانت صغيره تلعب بالفرس وعنده جناح وينزل عندها ويقول لها ما هذا يا عائشه تقول له خيول يا رسول الله قال والجناح قالت الم تسمع ان جبريل اخبرك ان الملائكه لها اجنحه فيبتسم الرسول صلى الله عليه وسلم وكيجي العيد يبقوا الاحباش يلعبوا بالسيوف والحراب في المسجد وكتجي تقول له نشوفها رسول الله وهي صغيره اقول لها شوفي فتضع ثنونها على كتفه ثم تظل تتفرج وهو كيقول لها كذا هو يقول لها شبعتي شبعتي تقول له شبعتي فلما شبعت تقول له شبعت فتروح وكان عليه الصلاة والسلام مسافر وهي صغيرة وقال لهم روحوا روحوا سبقهم كاملين وتوخروا وياه وقال لها يلا أنا وياك نديروا لازم نديروا السباق هو عنده 55 عام وهي عندها 11 عام ويدير معها السباق مازال يعاملها كطفلة ويهيئها لكي تحمل الحديث بعده والعلم بعده لكي تبلغه لأمة رسول الله ما كانش يلغي النبي أبدا هذه الطفرة في السن بل كان يعرف كيف يستثمرها من أجل أن يحفظ للأمة دينها عبر عائشة هذا البحر المتلاطم عائشة إذن هذا الزواج فيه وحدة الفكر وحدة المرجعية وحدة المبدأ وحدة الغاية ثم وحدة المشاعر وحدة المقصد ثم تلاؤم في السن ثم التلاؤم في المستوى الفكري وهكذا ماذا بك كل ما تصيب شي واحد قريب لك في كل شيء كتمشي معاه ولذلك سيد ربك يقول لك وإذا النفوس زوجت ما معنى إذا النفوس زوجت يوم القيامة إذا النجوم انكدرت يقول لك إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت يوم القيامة ما معنى النفوس زوجت؟ أي كل نفس إلا وتلتحق بنفس مثلها في الدرجة والعمل فأصحاب اليمين والمقربون والمجرم مع المجرم وهكذا زوجت الله أي ما يلائمك يوم القيامة كتصب روحك مع اللي في الدرجة معك الله لا إله إلا الله إذن أحبابي إذا كانت العلاقة بين الرجل والمرأة هي علاقة زواج وليست علاقة مخادنة ولا مصاحبة يجي عندك واحد السيد أنت مزوج المرأة الدوزيامة يقول لك ماذا تصنع القانون يمنع الزوجة الثانية إلا برضا الزوجة الأولى ويشكيو بك ويجيو عندك ويقبضك متلبس بالزواج يقول لي الزواج جريمة جاو عند واحد السيد في ميريكان ممنوع باش يدي المرأة الثانية في القانون اجتمعوا داروا الفاتحة ودخل بها ومشاو البوليس التليفون فلان يرتكب جريمة الزواج مع امرأة أخرى جاو البوليس دخلوا عليهم صابوهم متلبسين ايوا اسمع 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 قالوا قال له ما هذا الذي تفعل؟ راك تزوجت؟ قال لهم لا واش ماشي؟ قال لهم هذه صديقتي
وأوحي مع ليلى حمراء قال له اسمح لنا اكسكيوز نو اكسكيوز اس اسمح لنا نحسب لنا درت جريمة زواج منين صديقتك وتحيي مع هذه الليلة الحمراء اكسكيوز اكسكيوز مي اسمح لنا فعد بورقيبة من اللي تحرم ما يسمى بالتعدد يا وزير واحد العالم دا المرد وزيامة بالفاتحة جاو عنده دول المحكمة القاضي قال له ارتكبت جريمة الزواج تقول المادة كذا 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 قال له لا ماشي زواج إنها خليلتي وليست حليلتي قال خليلتك اسمح لنا حكمت المحكمة باسم الحبيب بورقيبة الرئيس ديال الثورة التونسية بالبراءة هذا الرجل الطيب الزوين احنا كنا حسبنا بلدة جريمة نتاع الزواج راه غادي يجي واحد لقيتها الزواج راه غادي يصبح جريمة الواج ولذلك ان شاء الله تبارك وتعالى باش يشجعوا الان الزواج ونحاربوا المخادنة واش خصنا نديروا خصنا نديروا ثلاثة تاع الصوالح ثلاثة تاع الصوالح الأمة خصها تقوم بها باش ان شاء الله نشيع الزواج الذي أراه ينحصر يوما بعد يوم الحاجة الأولى واش هي خصنا نشجعوا الناس ونردوهم للكتاب والسنة الآيات والأحاديث التي تشجع الناس على الزواج وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله أراه الفقير لا تزوج أراه يغنيه الله تعالى وسيد النبي يقول ثلاثة حق على الله يعونهم منهم الناكح يريد العفاف واش كوزا كوزا واش مرفه واش كوزا ملياردير كوزا ملياردير ولكن في الإيمان وهو اللي كيدير لنا العرس هذا راكو تشوفوا كوزا يعني درنا له واحد القضوه على العرس انا درنا عرس في كولوش ورانا كنديروا سلسله دروك غادي ان شاء الله نبقاو نديروا سلسله مرحبا. عرس كوزا واحد عرس كوزا جوج عرس كوزا ثلاثه شوفنا في كوزا صورنا كوزا الله ما مالك اصاح اذا انت واش ولا كنسقسيو درك كوزا ونقولوا له كوزا سيبنيوس سيبنيوس لو كان سقسيو سيبنيوس نقولوا له الله يرحم والديك وشحال نفقت انت في هذا العرس؟ ها؟ وشحال نفقت فيه؟ لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله محمد رسول الله صافي لا اله الا الله محمد رسول الله هي كل شيء لا اله الا الله محمد رسول الله هذه الاولى واش هي الاولى باش ندير نشجعوا الناس بعودتهم الى مفاهيم الصحيحه للزواج في الاسلام ثانيه سبب ثاني واش هو؟ باش نشجعوا ان شاء الله ان ننزل المفاهيم الاسلاميه الى الواقع نشجعوا عمليا ماشي فقط نظريا باش نشجعوا نظريا يعني عمليا بالزواج نيسر الزواج ما امكن فعلى الاباء ان يعملوا على تخفيض ما يسمى بالمهور اما ذيك القضيه نتاع الصداق تكبروا جيب لهم قول لهم النبي صلى الله عليه وسلم كيقول اقلهن مهرا أعظمهن بركة أقلهن مؤنة أعظمهن بركة فاطمة بنت رسول الله تزوجت باش إنسان تاع النبي تزوجوا باش خيرة النساء تزوجوا باش التمس ولو خاتما من حديد وهذه الولائم خص تكون ولائم متواضعة ما تبقاش تخسر بزاف ما تكثروش على الناس واش منين تمشي انت تكري لا صالب سبعة المليون وتمشي الله يحفظه يسترد 60 مصور و 60 كبش باش يبقاو يهضروا عليك مع الصباح درت واحد العرس 60 كبش حتى بقاو مع الصباح يضربوا بهذوك التورطات من الوجه شبعوا بالتورطات صبتهم يضربوا هكذا ضرب فيا نضرب فيك التورطه ما نعرفش شحال دايره وكاتبين فيها اسمها كاتبين زفاف سعيد سعيد الدا سعيده ايوا غدا مع الصباح واسمو بعد 60 كبش وكذا صابوها تاكل القرقوبي مشات بطل 60 كبش وزفاف سعيد ومع الصباح صابوها تاكل القرقوبي كيف غادي ديرها؟ اذا خص الانسان يسر يسروا الحلال يسروا الحلال يسروا الحلال الحرام ولا بسيط وسهل والحلال ولا واعر علاش يولي واعر الحلال؟ خصنا نسهلوا الحلال والثالثه باش نشجعوه وعيت من زقي يخص جمعيات
تنشأ بغرض تزويج الشباب المتدين من الجنسين، وتكون عندها ميزانية نتاع زكوات الأثرياء، باش منه هاك فكلوش ما بقاوش يجيو نحضروا الواحد الولد ديال كوزا تزوج، نحضروا العشرين واحد تزوج مع عشرين وحدة، زواج جماعي. أنا أتمنى ألا أرحل إلى ربي حتى يحقق الله في مدينة وجدة زواج جماعي جماعي، نسنوا هاد السنة وتبقى إلى يوم القيامة، نسهلوا المسائل تاع الحلال. هذه الثالثة. النقطة الرابعة والأخيرة، واسمها هي: إذا أنشأنا هذا الزواج المبارك كيف نحميه حتى يستمر؟ لأن تعرفوا ولا ما تعرفوا شنو وقع اليوم؟ ولاد اليوم يتزوج في سبتمبر ويطلق فاش؟ أوت، يطلق قبل ما يدخل عليها. واش عندكم خبرة ما عندكمش؟ منين تمشي للقصبة؟ تعرفوا شنو هي القصبة؟ واش هي القصبة؟ قضاء الأسرة موجود في واحد المكان يقولوا له القصبة، الله يستر يا ربي. القصبة من بكري نعرفوا القصبة. منين تمشي للقصبة؟ يجي واحد يتزوج، وشحال يطلق من واحد؟ 60 واحد. قال لك الموظفين كاملين تاع قضاء الأسرة يوجههم للطلاق ويديروا غير واحد تاع الزواج، لأن الباب تاع الزواج فارغة لا يقصدها إلا القليل. وأما الطلاق أي الخروج من الزواج فإن الأبواب تكتظ بالمطلقين والمطلقات. وعندكم الخبر بكري كانت المرأة من تبغي تطلق أكتب كي الدم اليوم تمشي تزغر تقول لك ما تطلق غير المرأة، أنا نطلق أمك، أنا عندي المدونة أنا نطلق أمك. والرجل هو اللي راه يبكي اليوم، ها لا لا وعلاش؟ لأن غادي تحكم عليه بالصونام والاخر غادي تدخلوه في تاني الحبس، ما يقدرش يعني الطلاق. واش يسمى طلاق الرجل؟ يسمى واسمه الزنزانه. وطلاق المراه واسمه هي الحريه، ويعاونوها ويعطيها الشهريه ويعطيها السكن ويعطيها المتعه. ايوا الرجل اعطي له القصبه، القصبه عنده غير القصبه ومزيه من اللي ما ولاش المطرق، غادي يبدلوا ذاك المقر نتاع قضاء الاسره ويردوه في المطرق، ما تبقاش غير قصبه. اذا واسمو يخصنا ان شاء الله تبارك وتعالى باش يستمر هذا الزواج ولا يتعرض الى الهزات والرجات الكبيره التي تفتته وتشتته لاول ولا. واسمو خصنا نديرو واسمو خصنا اولا مسائل فكريه، دورات تكوينيه للمقبلين على الزواج. شكون يقوم بها؟ الجمعيات العامله في المجتمع المدني، احنا ما عندناش. يجيبوا لي شكون؟ قال لك خبير في الاسره من المشرق، الشيخ كذا والشيخ كذا، واللي عنده هذاك الخبره في ذيك اللي كيسموها التنميه البشريه. ابو شحال يجي؟ يقول لك يكتب لك في الاعلان المقاعد محدوده 150,000 باش تدخل. شحال ابا البلاصه؟ شحال؟ 300,000 ابا. ويجيو لها المرفين، واش ما غادي يدير لهم؟ كيفية حل المشاكل حينما تقع في الزواج. واسمه ان تقول الكلمة الطيبة وان تأتيها بوردة كل صباح. وردة ولات معزة تاكلها، احنا ما عندناش كاع الثقافة نتاع الوردة. ولات التنمية البشرية، يجيو لك خبراء ويمشوا لك للمدن الكبيرة ويديروا لك ما يسمى بهذا المداخلات، وتدخل لها ب 500,000 200,000، يخرج لك بمحاضرة واحدة فيها ساعة دار خرب فليسات وزق انت في كولوش، دير حتى 600 ساعة. هذاك ما يفهمش، هذاك غيزقي. بصح هو يجي لك هكذا ظريف ويجيب كوستيم وكرافات ويوجدوا له، يجيبوا في ذيك الليموزين يعرضوا له في المطار بليموزين ويركبوه ويجيبوه، والناس معمرة القاعة في ريجنسي، حياة ريجنسي، وفي اوتيل شيراطون. ايوا الساعتين ويدخلوا الناس ويدير شي كلمات ظريفين هكذا ويخرج من تما بالفليسات، وقال لك حل المشكل تاع الاسر. يا تبوهيل يا تبوهيل. خصنا دورات تدريبيه، اللي بغى يتزوج اجي لهنا. الزواج اماشي عطله، اماشي سياحه، مسؤوليه، ارواح تربى. لانك كنت غير بوحدك حر، راه عندك المراه خصك تعرف اللي عندك مسؤوليه وتسال عنها يوم القيامه، تعرف فين تدخل فين تخرج، حق الله تعالى فيها، حقوقها عليك وحقك عليها، هذا دين، خصك تعرف كيف تمارس، هذا دين.
تولي كلام الله وكلام رسول الله. إذا خص تعلمو بلا ما راه شايت غادي يتنزه، راه منين تحمل المرأة راه غادي يتغير المزاج تاعها وتبقى تقول طلقني طلقني. جا عندي قال لي المرأة طلقني، وانت ماشي راجل إلا طلقتني. قلت له انت ماشي راجل إلا طلقتها. كاش راك تقول؟ قلت له انت ماشي راجل إلا طلقتها، راه مسكينة تتكلم تحت تأثير ما يقع لها من إرهاصات بدنية وتغييرات فيزيولوجية وكيماوية بسبب التغيرات الجسدية التي تحدث في الهرمونات وكذا وكذا بسبب الحمل وذاك الشيء. مالك انت؟ مالك انت واش تلقاها واش غادي؟ هذا خص الإنسان يكون عارفه. إذا خصنا واش متادوا دورات تدريبية. ثانيا عمليا حينما يقع شوه المشاكل بين الرجل والمرأة خصهم يستروا رواحهم، يحلوا المشكل بيناتهم باش بواحد الحاجة يسموها الحوار. عمرو سمعتوا الرجل يتحاور مع مرته؟ ما كانش الرجل حاسب روحه باين الأول يشير، والمرأة هي ما كانش. ديري ذيك ما ديريش ذيك، درتي الحريرة مستوسة يا حرق طازج. ما تجلسوش على المشكل، انزلوه. يا كنت ما اجتمعتوا على الإسلام، إذا وقعت المشاكل فردوه إلى الله وإلى الرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. أنا منين نمشي نصلح ما بين المرأة ورجلها منين يختلفوا؟ نجيب واحد الوريقة واحد ستيلو، نقول له قول لي أنت باش معيبت على مرتك الأولى الثانية الثالثة الرابعة، ونقول اسكت درك المرأة واش تعيبي على الرجل، واحد زوج ثلاثة أربعة، ونجي نقول لهم روحوا راكم متفقين باش تحلوا المشاكل بناء على كتاب الله وسنة الرسول. يقول لك واه أخويا أنت الرجل ظلمت المرأة في هذه، ظلمت في هذه قبل الله، واخا سيدي وأنت ظلمت الرجل في هذه وأنت في هذه، وليتوا ربي يوليو منين يكونوا يوليو. إذا لابد لابد إن شاء الله تبارك وتعالى من هذا الأمر. وأما الثالثة اللي تعاوننا إن شاء الله هي مساهمة، تسمع مزيان، إلى خروج المشاكل برا وما قدرناش نعالجوها عن طريق الحوار في الداخل. أش نديرو؟ فاضت الدعوة فاضت. قالنا سيد ربي واللاتي تخافون نشوزهن فاعظوهن، ربي ربي ربي، واهجروهن في المضاجع، ياك زيد، واضربوهن. وصلت حتى امال كنت تقول في اوروبا اضربوهن يجري موراك. قالك فإن طعنكم فلا تبغوا علينا سبيلا إن الله كان عليم كبيرا، وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. إذا لابد غادي تخرج برا، جيب الناس العقال ديال العائلة ديالك والناس العقال ديال العائلة ديالها، ويديروا واحد الجلسة تاع المصارحة والمكاشفة لإصلاح هذا المشكل، لأن تصدع الأسرة هي خسارة لنا جميعا. ماشي خسارة غيرهم، ماشي خسارة غير الرجل اللي طلق، وماشي غير المرأة المطلقة، وماشي غير الأولاد، خاسرين كاملين. ولذلك خص الاهل يتدخلوا. انا تعرفوا بكره الوقت نقول لكم المراه كانت منين تغضب على راجلها وتخرج عند باها تعرف شنو يدير لها باها ولا لا يردها بالباب، يقول لها دارك 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 تهلا في راجلك. حنا اش ما يقول لها اليوم؟ اباك دار باك مازال باقيه، ارواحي عند باك يا خويا. تزوجتها باش تقول لها ارواحي، وخليتها في الاول عندك الساعه قادر الاول خليها عندك، ارواحي عند باك كثر روحي عند باك. هذه ثقافه التهديم الهدم. ولذلك كان بكري الطلاق ما كانش بزاف، علاش؟ لان العائلات كانت حصن يحمي العلاقه الزوجيه. الباين تاع المراه من جهه والباين تاع الرجل من جهه، والعائلات من جهه قاعد تحاول ما امكن تحفظ هذا الجدار من الانشقاق حتى لا يساقط، لان سقوطه هو سقوط للمجتمع باسره، لان مشاكل الطلاق تعود على الامه باسرها، لان الولد اذا كان ما عنده شباه وتربى والعياذ بالله هكذا غادي يخرج لك الطريق ويعطيها القرقوبه ويسرق الزيت ورشه الاولاد الصغار، يبيعوا الدخان ويجيبوا ذاك السلاسيون ويجيبوا الدخان عباد الله نتاع الشاطبه نتاع الطوبيس، هو يقلعها ويصوتي عليها ويدير فيها الخبز ويبقى ياكلها. صاحبي هادشي واش هذا درك؟ هذا واش هذا غادي يرحموا المجتمع؟ هذا غادي هذا هما المسلمين هكذا هكذا يدير المجتمع مع هذه الوليدات نتاعنا؟ هو خطر. فالطلاق اذا هو دق لناقوس الخطر في المجتمع. اذا تكلمنا اليوم على من؟
العلاقة الرجل مع المرأة اللي هي علاقة زواج، وعرفنا ما معنى التزاوج والتلاؤم فكريا وروحيا وعاطفيا وثقافيا وفكريا، وعرفنا كيفاش يمكن للإنسان يشجع على الزواج نظريا وعمليا، وعرفنا أيضا حينما يقع الشقاق كيف يقوم المجتمع بالمحافظة على العلاقة بين الزوجين قوية حتى لا يتعرض جدار الأسرة إلى الشقاق فتخسر الأمة بتهديم الأسر. وصلي اللهم وسلم على حبيبنا محمد، والله تعالى أعلى وأعلم، والحمد لله رب العالمين. الله يجزاك خير.